ليه ما انا شغاله بنت بتاعه صور من البلد ايه انا عايزه حاجه تانيه اسمها جرتنا ب 45 جنيه والحلاوه كيلو كيلو على الميزان ب 55 جنيه والقطع حسب الميزان يا بيه خش يا ريس وراك كذا بط وبنات الست مرائد اهلا بيكي معانا على فيتو عرفينا بنفسك كده لو انا ام رائد المخلبات هنا في مدينه المحله صح؟ طيب قولي لنا بقى قصة كفاحك مع عرفيها بنفسك قصة كفاحك وانا سلام عليك ايه ذاتك هو انا جوزي توفى وده بكام؟ ده ب 30 جوزي توفى وسابني احمد جوزي توفى وسابني بناتي يعني كل طفل صغير كان المعاش صغير كان المعاش 190 جنيه طبعا هما كانوا في مدرسة ودروس ومدارس ومعيشة والدنيا كده يعني بدأت بقى في شغلة المخللات ترش بدأت في شغل المخللات حاجات صغيرة كده ايه حبات صغيرة لما لقيت عجبت الناس وسقت النشاط بدأت برضو بمحل صغير وبقيت بعمل على قد اما ربنا كرم وبقالي سبايق وسعت بقى عندي معمل حاجه بحاجه المعمل بقى ليه مخزن والدنيا ماشيه كده يعني كل حاجه بتبقى نظيفه وكويسه طبعا الناس بتقول ما شاء الله احنا جينا هنا على السمعه بتاعتك يعني جينا على الاسم وعلى السمعه فالناس اللي قالوا لنا عليك وعلى مكانك ده دليل على ان يعني ربنا كرمك وحاجتك جميله وكلهم واثقين فيك. بص اقول لحضرتك حاجه احلى حاجه في الدنيا ان حد يجي خدمتك بالطيب. تمام؟ واحلى كمان ان الزبون مثلا يجي ياخد منك حاجه ويمشي ويجي لك تاني ويقول لك حاجتك عجبتني الحاجه اللي انا خدتها منك عجبتني دي عندي مكسب اكتر من مكسب المادي اللي انا باخده من ايه من ورا الحاجه ده. يعني انت الترش بتصنعيه عندي في المعمل في البيت طبعا كل حاجه بجيبها في الموسم بتاعها يعني الليمون في الموسم بتاعه والزيتون في الموسم بتاعه تمام بتتخزن وبتتظبط وبتطلع مفيش حاجه عندي بحط عليها لا مواد حافظه ولا الوان ولا صبغه الالوان هي الصبغه الكلام ده كله ما بدخلوش عليها الوحيده اللي ما اتعملهاش قضيه في المحله انا ما اتعمليش ولا قضيه الحمد لله معايا شهاده معايا شهاده صحيه بطاقه ضريبيه سجل تجاري كل حاجه قانون طيب لحد موضوع الطيارة بتاعت روسيا وبعد كده الدنيا باظت هنا وقفت يعني شرم الشيخ. انت بتطلعي ترش برضك من هنا لشرم الشيخ الفنادق؟ انا كنت بطلع لحد من كام سنة. لما الطيارة كيلو جبنة ب 45 جنيه مش على كيلو ب 55 معاك هنا شهر رمضان طبعا والترشة بتبقى لازم حاجة سي على المائدة هنا. شهر رمضان معاك ايه بقى عن الشهور التانية؟ بيبدا الموسم من نص شعبان لاخر رمضان بس السنه يعني طبعا الاقبال الاقبال فيه في رمضان غير العام لكن طول السنه الحمد لله حلوه والحاجه نظيفه بيجيب الزبون مره واثنين وثلاثه انا ما فيش زبون خد من عندي ما جاليش تاني المعامله الطيبه الحاجه النظيفه الحاجه الجميله السعر لا بقالك كلام يا معلم طيب قول لنا بقى الاسعار كده حافظ السدر طبعا الترش المشكل كذا نوع لفت وجزر وليمون وزيتون وكرنبيت وشطه تمام ده كيلو نص بعشرة تمام ماشي الليمون المعصر ليمون ودقه وحبه البركه واصفر كيلو ب 15
تمام. الزيتون الطبيعي طبيعي مش مزروع 25. الزيتون الاخضر كيلو ب20. الكلاماتا ب25. 25؟ الليمون الاخضر ب18. البصل ب15. بصل ب15؟ الترش البلدي ب10 يعني ب5. الزيتون الشوكولاته ب15. الشطه ب15 المكسيكي. الشطه ب15؟ الشرايح الربع ب7.5 يعني ب30. ده هو نفس السعر بتاعنا. ده الكيلو ب20. كيلو ب20؟ تقولي ايه بقى للسادة المتابعين بمناسبة شهر رمضان ده؟ اقول لهم كل سنة هم طيبين ورمضان كريم على الأمة الإسلامية كلها، وربنا يا رب يسعدهم ويجعلها سنة جميلة عليهم إن شاء الله. وكل سنة وانتم طيبة، احنا تشرفنا بيك. كل سنة وانتم طيبين جميعا.